متواصلين مجدداً مشاهدينا الكرام، يستمر التواصل في انطلاقات التحدي والتنافس في هذا الميدان. ميدان المرموم وميدان دستور لانطلاقة سن الصغار نبدأ المسار مع شوطنا الثامن المخصص للقعادين حيث تنطلق هذه النخبة وتنطلق هذه الأسماء هذا هو الناوي من يخترق الصفوف الأولى في سيطرة وناموس الشوط لمحمد بن عبيد بن خلفان الشامسي سيطر على المركز الأول بينما المركز الثاني وصل مايهاب سليمان بالشرقي بالحرسوسي الوهي يحتل المركز الثاني والمركز الثالث مناور من ناصر بن حميد الهاشمي في المركز الثالث بن عفرة يتقدم إلى المركز الرابع هذا الرابح يتواجد في هذه اللحظات لمعيوب بن صان بن يابر المطيوي او لخالد بن محمد بن سيف المطيوعي يحتل المركز الرابع مشاهدين العزاء والمركز الخامس الرابح الرابح معيوف بن سلطان بن يابر المطيوعي يحتل المركز الخامس في هذه اللحظة هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للأسماء المتقدمة لكن عودي إلى البداية عود إلى مقدمة الشوط يا سلام يا سلام البداية مشاهدين الأعزاء هناك مايهاب سليمان بالشرقي الحرسوسي يحتل السيطرة يحتل الناموس يحتل الأداء الجميل المركز الثاني الرابح الرابح معيوف بن سلطان بن يابن المطيوعي يحتل المركز الثاني ولكن أشوف أشوف مايهاب 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 ما الرابح ولكن مايهاب يدي الفوز والتحية والناموس سليمان بشرق الحرسوسي على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني ياتي بسلطان معيوب بن سلطان من يابر المطيوعي والمركز الثالث مشاهد الاعزاء كان الدخول سريع وجماعي التوقيت الزمني دقيقه سبعه ثانيه هو توقيت مايهاب لسليمان بالشرقي بالحرسوسي على هذا الفوز والانتصار وتقديم هذه العروض المميزه الجميله في هذا الشوط وهذا الاداء الصباحي الجميل